اذكر اي اغنيه, مش لازم من فيلم او من مسرحيه, اي اغنيه فيها اسم بلد اجنبي. اصلا فنان بتروح باريس بعت اغاني هاف ايجيبشن وهاف لبنانيز مهدوم كتير, فكرت فيك قمت مالا جات سليمه وقفلنا قفلنا قال افيش كنتي جامده لسه هيك المجالة جالة لا رهيبة انت جاهدة بنت لذينة انت فاهمة فاهمة صوتي ايد وانت. بصي بصي انا هقولك على حاجة, انا نفسي هو خالد يغنيها خالد سرحاتي. انا شايفاك بصراحة نفسي تغني الاغنية. لا ما اصلي بتغني بالفرنساوي ف لا لازم اتكلم بس بصة بصة بقى حافظ بزبصة حمصة ما شفتهاش قبل كده, سمعتها اصلا دي اغنية الجيل يا استاذ سمعتها اصلا الجيل متهيألي متهيألي عدت عليا. ما انا عارفة انك اصلا بزبصة ترارا بزبصة حساسة حمصة بزبصة الله 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 خالد سرحان مش طايق نفسه, خالد سرحان مشي خلاص يا عم. هو انا بسقف كل جيل بيعمل تجارب لطيفه وجميله طبعاً. وايامك كان في اغاني لطيفه جدا وايامك كان في اغاني مش لازم تبقى اغنيه عميقه يعني هي بتبقى فورمه بسلف اكسبريشن. ايوه بالظبط هي فكره التعبير عن الذات يعني بشكل قوي ومن بنت. انا بحس ان ده مش بيحصل كتير بالشكل ده. انت قلتي لي انت درستي في السوربون. درستي ايه؟ فنون جميله ومسرح. فنون جميله ومسرح بس مخلصه المدرسه هنا في مسرح. اتخرجت في مصر وبعدين سافرت للجامعه. والدراسه كانت حاجه لطيفه بالنسبه لك وقتها؟ طبعا لا, دلوقتي بقول يا ريتني كان مثلا كنا بناخد كلاسز انترستينج قوي بقى فلسفي اوف ارت وهيستوري اوف ارت وبجد كنا بناخد حاجات كنت انا لو ركزت اكتر كنت زماني النهارده مستفيده اكتر بكتير. فببقى نفسي ارجع بقى دلوقتي اركز. على فكره كلنا بيبقى عندنا كلنا بنمر بالاحساس. حاجه بالنسبه لي نورين عامله دورها حلو جدا في الفيلم وجريء, دي اهم حاجه في الموضوع بقى بالنسبه لي. هي تالنتد, هي موهوبه والحقيقه وكان وجودها في فيلم توظف كويس جدا وكلكم الحقيقه كلكم. احنا دلوقتي يعني لازم نقول مين الفريق اللي فاز عشان اللي فاز هيحكم على اللي ما فازش. النتيجه كام؟ 7-6. يعني فريق الشنب المبروم هو اللي فاز. قوموا على نوني. وانت احمد اصلا ما انا فرحانه وخير مبروك عليك خير. حكم على كبيره عيله الشنب. ما هو الحكم الكوماندا. مش انت اللي في الفيلم انت الكوماندا؟ ايوه انت الكوماندا. اتفضلوا احكموا عليها. الست عملت كل حاجه, الست مثلت قلدت, الست غنت اغاني اموره ولطيفه وادتها بدأ السهره دي, فاحكموا مش مستعرض بقى.